طنجة. إنها ذات البحرين كما تراها النوارس شامخة بقدها الإفريقي الفاره، تسمو فوق الموج لتعانق رياح أوروبا. طنجة كما لم نرها من قبل، ولا أحد من ملاك أخصب مساحات الخيال استطاع التنبؤ لها يوماً بأن تصير هكذا في زمن فيروس إنتاجي تربع بتجبر على قلوب ساكنة كوكب الأرض. وكأنني نورس حائر متوجس أمام سلطة هذا الخواء المتمدد بين أحياء وأسواق وشوارع طنجة. أين صخب المرافئ وأعراس الشواطئ؟ أين إيقاعات الحياة في أحياء القصبة ودار البارود وجنان قبطان وبندبان وغيرها من أحياء المدينة المتمنطقة بأساور وأسوار ممتدة على طول 2000 متر؟ لقد ابتلع الكون فجأة جميع السائطات التي كانت تمنح للسوق الكبيرة والسوق الداخل وكسبراتا وغيرها من أسواق المدينة، سائطات كانت تمنحها شهادة الحياة المنبورة بأحذية المقيمين والعامرين. طنجة من السماء، أو هكذا تراها طيور النوارس عند قدميها، التقت المياه الباردة والدافئة لبحر ومحيط، وعند قدميها سقط المتيمون بسحرها وغموضها الجميل. لعشقها تزوجها محمد شكري، وصارت مدينة الأحلام عند الكاتب الأمريكي بول بولز، وجاءها الفنان التشكيلي العالمي أوجين دولاكخوا باحثاً عن مواقع الشمس، فلقي في طنجة شمساً ونافذة. ومن نافذة الغرفة التي تحمل رقم 35 بفيلا دو فرانس هتف دولاكخوا مهووساً بضوء طنجة قائلاً: طنجة إنها جنة الرسام. وبعد دولاكخوا وجون هوبكينز وجون جوني وتينيسي ويليامز، جميع هؤلاء المتيمين لو بسطوا معنا اليوم أجنحتهم في سرب من النوارس الصافات ورأوا طنجة في زمن الحجر تستلقي عند ملتقى البحرين متعبة من سكون النهارات، بالكاد تستجنح ما تبقى من قواها لتشييع شمس المغيب. لو رأوا طنجة في هذه الحال لساقط سرب المتيمين تباعا من عصف المشهد، مشهد طنجة وهي في حالة كمون وسكون يخترقه بين الفينة والأخرى مروق سيارات الإسعاف النائحات في ليالي الجائحة. ما هكذا عهدنا ليلك النهاري النضاح بالحياة يا طنجة، ولم يعد بوسعنا أن نهتف مع العصفور الأبيض محمد شكري لنقول: صباح الخير أيها الليليون. طنجة في زمن الحجر التاجي وقد تمددت فوق كويكبها الصخري السابح في فلك من بحر وقمر، أراها الآن كما يرى الوالد فلدت كبده على سرير الطفولة غافية حالمة، فيتذكر شغبها النهارية وشقاوتها الجميلة قبل أن يرسم قبلة حامية على جبينها ويسلمها أمنة لملائكة الأحلام. نواصل التحليق عالياً، نبسط الأجنحة طويلاً من دون قبض أو رفة لنحلق بانسياب فوق مستشفيات طنجة، وحتى يصير بوسعنا أن نلقي سلاماً شامخاً لأبطال البدلة البيضاء، وأن نرفع دعاءً صادقاً للمرضى تعجيلاً للشفاء، وحتى يصير بوسعنا أن نرسم تحية النصر لكل المجندين في أشرس حرب معلنة في تاريخ البشرية ضد فيروس تاجي عنيد. شكراً لكم أيها المرابطون بالبيوت من أجل الحياة، شكراً لكم لأنكم تحملتم كل هذا العزل والجفاء
حتى صرتم غرباء متألمين من شوق الأحباب وهجر الشوارع والشواطئ والحدائق. شكرا لكم، فبفضل بقائكم في المنازل يمكننا البقاء، وهذه طنجة باقية في عليائها وبهائها، ممتدة بين مجد التاريخ العريق وسمو الراهن الواعد. ستنتظرنا طنجة ببحرين وشمس وحدائق وأسواق وشوارع لنعلن يوما أننا انتصرنا بالتزامنا وتضامننا وإيماننا بأن في هذا الوطن ما يستحق التضحيات الجسام، بل لأن فيه ما يستحق الحياة.